حركة 20 فبراير واش تعود؟ للأسف الماضي لا يعود. هذيك حركة حصلت واحد الوقت أدت الدور ديالها، شكرا لجميع الناس خرجوا بطريقة عفوية. كنتمناو تخرج شي حركة مشابهة ل 20 فبراير كتكون عفوية، ولكن الذكرى ديالها ما زلنا نحتفظ بها وخاصنا نمجدوها، لأنه خلقت لنا دستور جديد، خلقت لنا معايير جديدة، مفاهيم جديدة، فلسفة جديدة، أدت الدور ديالها. كنتمناو حركة أخرى جديدة ما نعرفوش اشنو غنسميوها اللي كتطلع بشكل عفوي، لأنه ثقتنا في الأحزاب، ثقتنا في الأحزاب اللي غتقود تغيير وتقود واحد السيرورة جديدة للأسف ما كيناش. وثبت لكم دابا الأرض في البرلمان أنهم لا يمثلون الشعب، لا يمثلون الشعب. إذن اللي غادي يحلق لنا التغيير شكون؟ راهو المواطن غادي يخرج بشي حركة جديدة من العالم الله شنو غنسميوها. الجبهة الاجتماعية كذلك مشكورة أنه واخذ واحد الحراك مجتمعي في هذا الإطار، ولكن كنتمناو شي حاجه اقوى 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 من الاحزاب بحد ذاتها، لانه للاسف احزاب اللي عندها غيره واللي بشكل مباشر اللي هي اليساريه الحقيقيه، المجتمع متخلي عليها والمواطنين متخلين عليها في الاصوات ديالهم، لانه الفساد المال يغلب الديمقراطيه للاسف.